سنوات طويلة. احنا الاثنين نعتبر ان احنا تلامذة الاستاذ الكبير يوسف شاهين. انا كنت تلميذه من ايام معهد السينما، وكنا اصدقاء وكنا زملاء وتعاوننا مع بعض في حاجات كتيرة. فانا وخالد عندنا تقارب كبير جدا فكريا وذهنيا وفنيا ايضا. فبالتالي لما خالد بيكلمني في حاجة بحس ان هو شايفني فيها قوي، وبالتالي هقدر انجز فيها الشكل اللي انا يساعدني والشكل اللي هو شايفني فيه. لما عملت دور كليمون في سيره الباتع انا كنت سعيد جدا بالشخصيه وسعيد جدا بالدور وسعيد جدا ان هو عرضه عليا وهو كان شايفني فيه. في الدور اللي انا بلعبه هنا من الادوار اللي هو اقنعني ان انا اعمله في الحقيقه، يعني روحت معاه كتير واتناقشنا كتير وفي النهايه قابلت وبعمله بمزاج وبعمله لانها شخصيه كمان بالنسبه لي انا ما عملتهاش قبل كده ففريده بالنسبه لي. وبالتالي سعيد جدا ان احمد العوضي هيبقى بطل هذا الفيلم. احنا في بداياتنا كان في اساتذه كبار وقفوا معانا، رشدي اباظه وفريد شوقي ومحمود المجيجي كلهم وقفوا جنبنا. فانا سعيد ان انا جنب احمد العوضي في اول اعماله الفنيه السينمائيه اللي بتمنى له ان انا ينجح فيها. زينه زميله وصديقه عزيزه ومن اول اعمالها اشتغلنا مع بعض فانا سعيد موجود. استاذ بيومي فؤاد مش قادر اتكلم عليه لان الحقيقه يعني ما بحبش قوي ادواره، واشتغلت معاه فيلم ما اتبسطتش وحاجات كده. فانا سعيد بكل دول، مش قادر اكرر كل اسم، وسعيد بوجود حضرتك معانا ابنة الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، صديق عزيز كان علينا جميعا وقدم للكتابة الفنية الكثير. أنا سعيد جدا وشاكر لحضراتكم وشاكر إن أنا موجود في فيلم زي ده.